الملائكة ليسوا على مستوى واحد، بعضهم فوق بعض، ومسؤولياتهم تختلف عند الله سبحانه وتعالى. موكلون بأوامر الله عز وجل، لكن أقربهم إلى الله وأعلاهم منزلة وأقواهم جبريل عليه السلام. هل يتصور أن الشياطين تقرب من جبريل تأخذ الوحي منه؟ ها؟ ما يمكن هذا. جبريل لما أمره الله بخسف ديار قوم لوط 7 مدائن حملها على طرف جناحه حتى بلغ بها عنان السماء، ثم قلبها عليه على طرف جناحه 7 مدائن بمن فيها. الله أعطاه قوة لم يعطها لغيره. هل تقرب منه الشياطين تأخذ منه الوحي؟ وحافظ للوحي ما يمكن، ذي قوة عند ذي العرش، وهو الله جل وعلا مكين، له مكانة عظيمة من بين الملائكة، وهو الذي جاء بالوحي، جاء بالقرآن من عند الله عز وجل، عند ذي العرش مكين مطاع تطيعه الملائكة. إذن هو سيد الملائكة، يطاع فيهم بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم أي هناك، ثم هذا اسم إشارة ما هو بحرف، هذا اسم إشارة، ثم أي هناك في السماء، أمين مع القوة والمكانة، هو أمين فيما يحمل من عند الله عز وجل، أمين عليه، لا يزيد فيه ولا ينقص منه ولا يغير فيه. الله وصفه بأنه أمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن، مطاع ثم تطيع، هذه صفات جبريل عليه السلام، تطيعه الملائكة في السماء، أمين عند الله جل وعلا، مؤتمن على الوحي وعلى القرآن.